السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم عند قناتي شهيوات عيشة. اليوم راني غادي نشارك معكم واحد الوصفة زوينة بزاف، هي البسبوسة بالسميدة والكاس ديال الفارينة والعصير ديال اللتشين. راه كتجي زوينة بزاف، بنينة بنينة بزاف. نتمنىكم تجربوها، راهي ساهلة، تقدروا ديروها في 5 دقائق. تابعوا معايا التحضير والمقادير. بسم الله على بركة الله. غادي نحتاجو 3 البيضات، 70 غرام ديال السكر الخشن، ساشية نتاع السكر الفاني وحدة. غادي نخلطهم مزيان ونولي معاكم بحال هكا. ودرك غادي نزيد 100 مليلتر ديال الزيت، ما يعادل الكاس كبير ما عامرش مزيان، نص كاس ديال الحليب ما يعادل 80 مليلتر. غادي نحتاج واحد العلبة ديال الياغورت، النكهة ديال الفاني، نص كاس عصير ديال اللتشين ما يعادل 80 مليلتر. بعد ما خلطت هذا الخليط مزيان وغادي نديرو في هذا الإناء، غادي نحتاجو 2 كيسان ونص ديال السميدة اللي غادي يعبر بالميزان. كل كاس كيرفد 140 غرام، المجموع 280 غرام. غادي نخلطهم مزيان بحال هكا. غادي نبقى ندير السميدة شوية بشوية ونغربلوهم بحال هكا. غادي نبقى نخلط حتى نحصل على الخليط هو هذاك. غادي نحتاج 4 المعالق كبار عامرين مزيان ديال الكوك، غادي نحتاجو كاس ديال الفارينة ما يعادل 100 غرام. غادي نغربل معاه 2 الأكياس ديال الخمارة ديال الحلوى. غادي نحتاج 4 المعالق كبار عامرين مزيان بالعصير ديال اللتشين. غادي نخلطهم مزيان، كيعطينا النكهة زوينة لهاد البسبوسة. نزيد 4 المعالق ديال الحليب، هذا هو السر ديال البسبوسة باش كتجي بنينة. غادي نخلطهم مزيان، دركو غادي نغطي عليه نخليه يرتاح لمدة ديال 15 دقائق. نولي ندير السيرو اللي غادي نسقيو به البسبوسة ديالنا ان شاء الله. غادي نحتاج 100 مليلتر عصير ديال اللتشين، 100 مليلتر ديال الماء، 100 غرام السكر السنيدة. غادي ندير في هاد الشرائح نتاع الليم باش يعطيونا الذوق مزيان لهاد السيرو. قلعوا هذاك العظم اللي كيكون لداخل باش ما يحر ليكمش السيرو. دركا غادي نديرو السيرو يطيب، نوليو البسبوسه ديالنا ان شاء الله. نخلطوها بحال هكا مزيان، المول فيه 20 سنتيمتر على 20 سنتيمتر. دركا غادي نديرو في الفران، الفران يكون مسخن على 170 درجة لمدة ديال 40 دقيقة حتى 45 دقيقة. صافي، بعد ما طابت البسبوسة ديالنا شوفوا كي جات ما شاء الله. دركا غادي نصفي هذاك السيرو، كنت درت حتى الشريحة ديال اللتشين حتى هو كيعطي الذوق زوين. دركا غادي نسقي هاد البسبوسة ديالنا ان شاء الله.
غادي ندير الكونفيتير ديال المشمش، غادي نفوت عليها كامله باش تعطينا هذيك اللمعان، وتجي حطار طبق كذلك. نزيد غادي نديكوري بالكوك، والديكور راه كيولي لكم الاختيار، تقدروا ديكوريو باش بغيتو. صافي دركي غادي نقطعها معاكم وتشوفوها كي جات من داخل. لاحظوا كي جات شحال زوينه وبنينه، محمره من برا ومن داخل شيشه ورطبه. صافي راني ساليت الفيديو ديالي، نتمنى يكون عجبكم، بارطاجيو وديروا اللايك وطوعوا على الجرس الاحمر باش يوصلكم كل جديد. شكرا على المشاهدين، بارك الله فيكم، بالسلامه عليكم والى الفيديو المقبل ان شاء الله.